أهلا بكم في الحلقة الثانية والأخيرة من النقاش الخاص 100 امرأة يغيرن العالم، نصف العالم يتحدث، The 100 Women Season. في هذا الموسم 24 نقاشا يدورون في كل أنحاء العالم على مدار 24 ساعة. نطرح قضايا المرأة والإنسان ونتحدث عن الحقوق والإنجازات والنجاحات ومكان من القوة، كيف أثرت السيدات على العالم وكيف ينظر إليهن العالم. كما قلت بالأمس، لا نقصد تعميما لأن التعميم مخل بالضرورة، لكننا نفتح نقاشا خاصا عن القاهرة ومن القاهرة عن دور المرأة في القيادة هذا اليوم. ما الذي يعيق المرأة العربية في الوصول لمواقع قيادية؟ ما هي المشكلات الخاصة التي تواجهها المرأة إذا سعت إلى القيادة في مجال عملها؟ وما هي المشكلات التي تواجهها إذا وصلت لموقع قيادي بالفعل وتمنعها من تحقيق تطلعاتها؟ هل المرأة التي تتصرف مثل الرجال أكثر حظاً في الوصول إلى مواقع قيادية، أم انتهت هذه الحقبة وأصبحت المرأة نفسها وإلا فلا؟ هل تؤيدون وجود كوتا أو حصة للمرأة في الوظائف العامة لضمان تمثيلها أو في البرلمان مثلا؟ كل هذه الأسئلة نطرحها. أهلا بكم، أنا رشا قنديل، أدير الحوار في نقطة حوار اليوم من القاهرة وعلى مواقعنا وصفحاتنا على الإنترنت. في البداية أرحب بحضراتكم جميعا وأرحب بضيفاتي وبضيفي الوحيد في هذه الحلقة. أولا الدكتورة هالة سعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة هالة شكرالله، الاقتصادية والرئيس السابق لحزب الدستور والموجودة معنا اليوم. أهلا وسهلا بك دكتورة. وأخيرا وليس آخرا، الأستاذة حنان سليمان، مؤسسة وموقع مندرة الإعلامي والمصنفة ضمن قائمة أقوى امرأة عربية وفقا لمجلة Arabian Business. أستاذة حنان أهلا وسهلا. كذلك أرحب بضيوفي الذين سنقدمهم تباعا لدى إدلائهم بشهاداتهم لهذا اليوم في هذه الحلقة. أهلا بكم جميعا في هذا النقاش الخاص والذي نستهله كما هي العادة بزميلي حازم الخولي الذي يطلعنا على مجريات الحوار هذا اليوم. يا حازم أهلا وسهلا بك. أهلا بك رشا. رشا، في الحوار الإلكتروني الدائر على صفحاتنا المختلفة هناك مشاركات كثيرة تتحدث عن أهم وأبرز العوامل التي تمنع المرأة العربية من الوصول إلى مناصب قيادية. هناك مشاركات تتكرر فيها الحديث عن هذه العوامل، لكن ترتيب العوامل يختلف من شخص إلى آخر. سنتعرف لاحقا في البرنامج على هذه العوامل إضافة إلى الآراء الأخرى التي وردت في حوار اليوم. قريبا لن نذهب بعيدا. شكرا جزيلا لزميلي حازم الخولي. بالأمس وكما ذكرت أن هناك 24 نقاشا يدورون على مدار اليوم، في كل ساعة يدار من بلد. في هذه الساعة نقاش الشرق الأوسط يدار من هنا من القاهرة، لكن خلونا نستمع كما استمعنا بالأمس إلى أصوات تونس والعراق. اليوم نستمع إلى عينة من الآراء جمعتها كاميرا نقطة حوار من الأردن ولبنان، وسألنا البعض عن العقبات التي تقف أمام المرأة العربية وتمنعها إذا منعتها من الوصول لمواقع قيادية. خلونا نسمع. المرأة على زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام تذهب إلى الجهاد، هنا أبوها يقولها ممنوع تطلع برا، ممنوع تطلع برا، ممنوع تعمل تليفون، ممنوع تعمل كذا، وهذا كلام خاطئ جدا. في ضعف ثقة عند الرجال أن الست لو مسكت المناصب القيادية هتنحي الرجل عن مكانه. أكيد المجتمع أنه بعارض، وأنه عادات والتقاليد عندنا بالمجتمع والأهل والأقارب، أكيد نظرة المجتمع بتختلف للمرأة أنها تمسك مناصب. يعني هي شغلة بتتعلق بالناس، الناس ما بتحس أنه عندها ثقة أنه تكون وحدة عم بتقودهم، يعني دايما بفضلوا الرجال لأنه عنده الكواليفيكيشن تبعيته. أول شيء المبدأ، في كتير ناس بترفض أنه كيف مرة هاي بدها تحكمني أنا، وأغلبهم الرجال اللي بيرفضوا هذا المبدأ. ممكن عاداتنا تقاليدنا انه فيش شاب برضى، يعني بشكل عام انه المرأة تكون اعلى منه باي منصب. الزوجة او المرأة انه دائما طول حياتها مثلا لبيتها لاطفالها، انه تخدهم مثلا على المستشفيات، توديهم على المدرسة مثلا، تشتري اغراض البيت كذا، انه يعني هاي الشغلة انه مفاجأة لهم، انه كيف المرأة اخر العمر انه تصير تستلم منصب بالشكل هذا. هي تعتبر تقاليد وعرف متبعينه من زمان، انه المراه ضلع قاصر مثل ما بيقولوا، فبتفوق الزلمه عليها بعده مجالات، فبعدها اخذت طعجه وماشي عليها القصه، وهذا شيء غلط. يعني هلا اذا الوحده بتتعلم والقانون معها وهيك، ما في شيء المفروض يوقف يعني بوجهها او يمنعها عن اي شيء، عن اي منصب، عن اي شيء توصل له، اي طموح. ممكن يعني على مستوى الجمعيات الخيريه ممكن، اما ان تقود دوله تقود مجتمع ما تصور، لانه الرجل ربنا خلق الرجل مشان هو اللي يقود.
نحترم وجهات النظر جميعا، ولكن بما انه البدايه هي مع الدكتوره هاله السعيد، دكتوره هاله منحت رمقتني بنظره حينما قيل انه المراه مخلوقه من ضلع اعوج، يعني قلبي عمل دم 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 دم. دكتوره هاله، حضرتك كنت اول عميد منتخب لكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، كان امامك من المنافسين ثلاث اكاديميين افاضل حتى تنازل احدهم وهو الدكتور سيد عن يعني عدد أصواته لحضرتك، وبالتالي حضرتك أول عميد منتخب. هل هذا الكلام ينطبق على الحالة التي مررت بها؟ بصي حضرتك، هو أنا أول عميد منتخب، هو الجولة الأولى من الانتخابات كنت قدام ثلاث رجال صحيح من الأكاديميين صحيح. وعايزة أقول برضو أن أنا، عشان حضرتك تبقي عارفة، أنا قعدت منتدبة 8 سنين للبنك المركزي، وكانت دي أول سنة أرجع، وكنت متخوفة جدا من أن أنا بعد 8 سنين مانيش متواجدة في الكلية يوميا زي الثلاثة الأساتذة الأفاضل زمايلي، أن أنا الانتخابات أصوات الناس فما هماش عارفيني كويس، قدر منهم عارفني، ولكن ثقة أساتذتي وثقة زملائي في أني الكفاءة هي هتكون العامل الحاسم، وانزلي الانتخابات وما يهمكيش. فالحقيقة اشتغلنا، يعني الكفاءة في الآخر بتكون هي المعيار. اشتغلت على برنامج جيد الحمد لله، يعني أعتقد أنه هو كان جيد وقدمته. دكتور سامي لم يعطيني أصواته، هو الجولة الثانية كانت بتحتاج 50 بلس، يعني كان لازم أخد 50 صوت زائد، فهو كانت أصواتي قرب الخمسين، يعني أكتر منه ضعف أصواته، أقل سنة من ضعف أصواته. فلما جت الجولة الثانية هو قال انه يعني ما فيش داعي للجولة الثانية لانها شكلها محسوم، فقرر ان هو ما يخشش، يعني لا تزكية ولا مجاملة ولا اي شيء، تفوق وفوز بالانتخابات في الجولة الثانية فوزا ساحقا. طيب يعني انا كنت واخدة 66 صوت، اللي بعديها كان 34، اللي بعديه كان 17، اللي بعديه كان 12. هذا رأي مغاير لآخر رأيين استمعنا إليهما في العينات التي استمعنا إليها، مع كامل الاحترام للسادة وإلى آرائهم. دكتورة هالة شكرا الله. مفترض أنه قيادة حزب كحزب الدستور في وقت المشهد السياسي فيه ملتهب في مصر كانت مسؤولية كبرى، حضرتك عفيتي نفسك من هذا المنصب لأسباب سياسية نعرفها، ولكن إبان هذه الحقبة التي قدت فيها حزب الدستور أحد أقوى الأحزاب التي صنفت بعد ذلك على أنها أحزاب معارضة، كيف كانت؟ يعني هي زي ما حضرتك بتقولي، هي كانت فترة ملتهبة جدا، فترة يعني بنخرج من أحداث سياسية شديدة، رغبة شديدة في التغيير، وأنا تهيألي ده العنصر الأساسي اللي إحنا بنشهده السنوات اللي فاتت وما زال موجود معانا بدرجات بنشوفها في الواقع بأشكال مختلفة، ويجوز أحد الأشكال التجربة بتاعت الدكتورة هالة. ولكن هذه الرغبة في التغيير كانت جزء من سعينا لتقديم نماذج في مواقع مختلفة، وكانت أحد النماذج دي في حزب الدستور. وحضرتك قدت الحزب بعد الدكتور البرادعي، وبالتالي كانت هناك فترة رجل لديه الكاريزما المعروفة سواء من يختلفون أو يتفقون معه، فكانت مهمتك مفترض أصعب. المهمة كانت صعبة كمان جدا. طيب قيادة أباطرة حزب الدستور كيف كانت؟ حزب الدستور لي كانت سمة أساسية، إن هو حزب يعني دخلوا أساسا الشباب والشابات، وبالتالي دي خصوصيته. إنه وهنا لما بتكلم على إنه هو ما هوش نموذج مصغر من المجتمع ككل، إن كان بيعكس الرغبة في المجتمع للتغيير، لكن هو نموذج مصغر للفئة اللي عندها رغبة في تغيير هذا الواقع. يجوز أعداد الناس اللي هم فوق سن معين كانت أقل من أحزاب أخرى، ولكن دي كانت يجوز اليونيكنس، الخصوصية بتاعت الحزب، ولكن كانت يعني فيها الإيجابي وفيها السلبي منها، إن هي صحيح. لأنه هي الشباب أساس عنصر أساسي فيها، فبالرغم من الحماس الشديد والأعداد الشديدة اللي هي عايزة تعمل وتفعل إلى آخره، كمان في قلة الخبرة والرغبة وأهمية التعلم. يعني طيب، ومنه إلى الأستاذة حنان سليمان. حضرتك مشروعك مشروع خاص جدا، مشروع المنظرة قام على تدريب
عدد من الكوادر الشبابية في صعيد مصر على الصحافة الحرة، واستقلتي من منصبك الصحفي المفترض أنه كان إلى حد ما يؤمن حياة مستقرة لتنفيذ هذا المشروع، وقدت الشباب بشكل مختلف من التدريس إلى قيادتهم في الحزب إلى قيادتهم في مجال العمل. حدثيني لو سمحتي عن التجربة. أنا في أواخر 2010 جات لي فكرة أنه ليه إحنا عندنا مركزية إعلامية في مصر. كان بالنسبة لي أنه بما أني بشتغل في مجال الإعلام فحسيت أنه ممكن أقوم بدور في الاتجاه ده. اخترنا الصعيد أنا وشريكي، هو مبرمج اسمه أحمد توفيق. اخترنا الصعيد عشان حسينا أنه من أكتر الأماكن المهملة في مصر. طبعا في منطقة تانية اللي هي سينا، لكن الأسباب كتير ما نقدرش نشتغل هناك. فاخترنا الصعيد لأنه معظم الحاجات اللي يعني بتتغطى في الصعيد في الإعلام العادي بتاعنا بتكون غالبا سلبية. احنا حابين نركز كمان على الإيجابيات اللي في الصعيد والبوتنشال اللي عنده. الصعيد بيمثل حوالي ثلث سكان مصر، وبالتالي في عنده إمكانات وقدرات في وسط الشباب يعني هايلة ومش شايفينها كويس. مجتمع موهوب مليء بالكوادر، مهضوم حقه في أوجه كثيرة، بس مجتمع محافظ ولا التعميم أيضا مخل هنا وبالتالي قيادتك كانت أصعب لمجموعة الشباب المتدربين؟ الشباب بالعكس، والله الشباب شباب صحفيين في المحافظات بتاعة الصعيد، بعضهم درس الإعلام وبعضهم بس اشتغل يعني بالممارسة. ممارسة نعم. لكن بعكس ما احنا متخيلين يعني، بالعكس احنا هما طريقة تفكيرهم وقد ايه ناس متفتحة وعايزة تشتغل ونشيطة وهكذا. معظم الناس اللي كانوا بيشتغلوا معانا بنات بالمناسبة، فكانت كانت بداية يعني، دي البداية بتاعتنا. وهذا يطرح لنا وجهة نظر فكرة التنميط، على اعتبار أنه المثال أنه هناك حالة من التنميط تطلق على المناطق المهمشة في مصر من بينها الصعيد أو سيناء أو غيرها أو الواحات أو غيرها أو النوبة في الجنوب. هذا يقودني إلى فتح النقاش مع حضراتكم مع ضيوفي الكرام، والبداية من الأستاذة سهيلة محمد حسن. أستاذة سهيلة، حضرتك ناشطة نسوية، التنميط في هذه الحالة، حالة وصول المرأة إلى القيادة، يعوقها معوقات بالتأكيد، أبرزها. طيب، هو يعني أنا شايفة أن عشان نتكلم عن وصول المرأة لمواقع قيادية فإحنا لازم نتكلم الأول عن وجود الستات في المجال العام. تفضل. فالحقيقة هو يعني في طريقتين للتعامل مع الستات أو وجودهم في المجال العام. طريقة الإقصاء التام، وده الحقيقة ما عادش موجود يعني، ده إحنا دلوقتي بعد سلسلة ثورات من الربيع العربي فما ينفعش نقول بقى ستات موجودة أو مش موجودة، خلاص الحوار ده ما عادش موجود. في حوار يعني طريقة تانية للتعامل، هي طريقة اللي احنا بندمج الستات بس دمج ممنهج بطريقة معينة، واللي هو فأحيانا كتير بيرسخ الفكر التمييزي اللي موجود في المجتمع الأبوي ضد الستات. يعني في حالة مثلا ان بعض الأحزاب أو تقريبا كلها سواء يسارية أو إسلامية أو ليبرالية أو whatever عندها حاجة اسمها أمانة مرأة أو لجنة مرأة، فانا شايفه ان ده في احيانا كتير مش في كل الاحيان بيعيق ان الستات فعلا يكونوا مدمجين في الهيكل التنظيمي للحزب او هما يعني انجيجد في عمليه صنع القرار. ف يعني التخصيص، وبعدين هنتطرق بعد شويه لفكره الكوتا، احيانا من وجهه نظرك تكون فكره سلبيه لانه بتمنع التفوق وبالتالي او بتحجب المتفوقين وتضعهم في قوالب. لو ما فيش اراده سياسيه للتغيير فعلا فهي بتعمل كده. وانا يعني ممكن اقول مثال سريع على كده يعني. اتفضل. في احد الاحزاب اليساريه الحقيقه كان عندهم امانه مراه، ف يعني امانه المراه كان فيها النساء كانوا اكبر سنا شويه، فالشابات لما جم لا احنا مش عارفين نتواصل فيه زي صراع اجيال، فهم لا في حاجه مختلفه احنا عايزين نعمل حاجه بدماغنا، صحفيات وناشطات صغيرين شابات، فعملوا لهم الحقيقه حاجه هزليه جدا اسمها امانه الفتيات. فهو يعني هو الفكره من دي خلاص ما تتشكلوش مع بعض، احنا هنعمل لكم امانه تلعبوا فيها، وانتوا في وفي امانه ثانيه امانه المراه موجوده، وزبوننا الشغل بقى بتاعنا يعني احنا زبوننا نشتغل. طيب دي نقطه غايه في الاهميه. نقطه اخرى استاذه ماريانا، اعتقد مارينا، اعتذر، استاذه مارينا وجيه تطرحها. الاستاذه مارينا طالبه في كليه الألسن. هل هناك فروق فرديه بين السيدات تجعلهن احيانا ينتقصنا لقدر من الثقة بالنفس وبالتالي هذا يعيق؟ أعتقد حضرتك لك وجهة نظر في هذا الموضوع.
هو مبدئيا هو كفروق فرديه طبعا ما حدش يقدر ينكر انه في فروق فرديه ما بين كل فرد والتاني، مش بس ما بين الست والراجل. فكون انه الفرق انه الفروق الفرديه دي هتمنعني من ان انا اعمل اللي انا عايزاه ولا لا. الفروق الفرديه عند الست بيبقى مصدرها لها طول الوقت المجتمع، وللاسف جزء منه بيبقوا الستات اللي حواليها. انه لا انت مكانك هنا، انت ما تطلعيش بره لانه انت كده هتقللي من من حق بيتك عليكي، ومن حق اولادك لو هي متجوزه، او من حق اهلك باباكي ومامتك لو هي مش متجوزه. فطول الوقت ده بيخلي عندها كده زي فكره عامه انه انا يعني رحت او جيت فانا مكاني في البيت. فدي طبعا بتبقى مشكله عند الست نفسها هي لو ما قدرتش، اذا استجابت لهذا النوع من الضغط. بالظبط، اذا نعم. استجابت. بس هو مش عيب اصيل يمكن ان يوجد في فرد ولا اخر. ده تنميط من نعم. من المجتمع، وبيحصر الست في دور معين. طيب. هي لو ما قدرتش هي بنفسها ان هي تخرج نفسها الاول نعم. بره الفكره دي عنها نعم. فبالتالي المجتمع هيدخلها زياده في فكرته عنها. نعم. وبالتالي استاذ محمود السيد الفاضل الوحيد موجود في هذا النقاش، فالاعتماد عليك، يعني مسؤوليتك فظيعه النهارده. الوعي وهي النقطه التي نبدا بها بلوره هذه الفكره، انه حتى لو هناك فروق فرديه وفروق في التفوق وهذا مشروع بين الافراد، لكن ينبغي ان يكون كل شخص عارف ماذا يريد اذا استطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدما انا شايف ان عشان يحصل اي خطوات تشريعيه فعاله في مجال حقوق المراه، مقدما في نقط معينه مهمه جدا في الوعي المجتمعي نفسه لازم تتغير. طيب. واكيد اقول ان من اكبر مشاكل المراه نفسها هي المراه نفسها، يعني الام نفسها اللي هي نفسها لما كانت صغيره كانت بتعاني من نفس المشاكل التهميش دي، هي نفسها لما بتكبر بتعامل بنتها بنفس. بس خلينا ننطلق من محور انه حضرتك مؤمن اصلا انه التهميش قد يمنع المراه من الوصول للمواقع القياديه، بما انه حواري يعني مخصص اليوم. بالتاكيد، ما هو كده كده اي حاجه مشكله في الدنيا لازم تبدا من جذورها. لو كده كده ما فيش وعي كافي في المجتمع بدور المراه وباهميتها، مهما حصل تغييرات تشريعيه او حركات او غيره عمرها ما هتجيب نتيجه فعاله لو المجتمع نفسه مش شايف ده بشكل فعال. فانا هتكلم عن محورين اساسيين. المحور الاولاني هو المحور الاجتماعي. المحور الاجتماعي زي ما قلت لحضرتك ان حتى المراه نفسها هي نفسها كأم لما بتكبر بيبقى عندها بنت بتبدا تفرق ما بينها في التربيه ما بينها وبين الولد، بيبقى ده ليه مواعيد ودي ليه مواعيد، ده ليه ستايل ودي ليها ستايل. كده كده ممكن ما تبقاش مهتمه جدا بجوده التعليم اللي بيقدم ليها على اساس ان كده كده مسيرها الجواز او مسيرها غيره. نظره المجتمع بشكل اجمالي. النظره الثانيه هي النظره الدينيه. هو مش انتقاد للدين نفسه على قد ما انتقاد لتاويل نصوص قرانيه معينه والاحاديث، اعتقد طبعا هي لا يمكن تكون صحيحه عن الرسول. من ضمن النماذج دي مثلا ايه زي الرجال قوامون على النساء. هما بيعتقدوا ان القوامه دي نوع من التفضيل، وهي مش نوع من التفضيل، هي نوع من المسؤوليه. كلمه قوام هي جايه من جذر قامه بالشيء. يلا الصدفه السعيده. بالامس كانت هنا دكتوره سعاد صالح وكانت تطرح هذه النقطه. نعم نعم. طيب اذا حضرتك تمحور يعني ما تريد ان تقول في محورين، النقطه الاولى هي انه المجتمع لا يمكن المراه وبالتالي لا يعدها للقياده، والنقطه الثانيه انه دين المؤسسات او المؤسسات الدينيه وسوء التاويل احيانا والتفسير والاجتهاد الخاطئ في الدين في الاديان قد يذهب بنا الى ذات الطريق. لو في وقت اضافي سنه، انا ممكن بس عايز اعرض نموذج معين انا شايفه ان هو نموذج مغزي انه يبقى موجود في نص الدين. طب ممكن اترك حضرتك تبحث عن النموذج واطرح سؤال على الدكتوره هاله السعيد. دكتوره هاله، كبير قوي ان اطرح على حضرتك اذا كنت تعرضتي للتنميط او لا، لانه خلاص احنا وصلنا بالنقاش اليوم الى مرحله اكثر تقدما مما كنا نناقشه مفروض من سنوات كثيره، بس حضرتك عملتي على محورين في مجال القياده في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، تحديث كليه الاقتصاد، تطوير الهيكلي للكليه، والامر الاخر هو ارساء دعائم المؤسسيه والعمل وفقا لدايجرام، يعني شكل مؤسساتي يسمح للكليه ان تتقدم. حصل؟ نجحنا؟ الحمد لله. يعني طبعا بصي حضرتك، كذا محور او كذا يعني اداه بتبقى مهمه جدا في عمليه القياده، انه الكفاءه والجديه وعمليه الانجيجمنت، مشاركه المجتمع اللي حواليكي في اي هدف بتصلي اليه. يعني مهم قوي ان حضرتك لما تحطي برنامج ما يبقاش البرنامج ده بتاع هاله، ده لازم يكون برنامج المؤسسه، لان هم اذا ما اقتنعوش بهذا البرنامج مش هيشتغلوا ومش هيساعدوكي على ان هيبتدي، مش هيساعدوكي انك تحققي الاهداف اللي انت بتوصلي لها. ولازم يحسوا بفوائد
العمل ده لهم. فأي برنامج بيتم بيحتاج هذا القدر من المشاركة، بيحتاج تشكيل مجموعة كبيرة من اللجان ومن فئات عمرية مختلفة ومن أقسام مختلفة، بحيث أنه كل واحد يحس أنه هو جزء، لما بيحصل نجاح أنه جزء من هذا النجاح، لأن ده هو اللي بيبقى بالنسبة له. وبالتالي يعني لو حضرتك غبت عن عمادة الكلية سيبقى المشروع أن المشروع طبعاً ناجح، لأن ده عملية مؤسسية. نعم. طبعا عملية نعم. مؤسسية، فما هوش هلا موجودة وهلا مش موجودة، أنه ده نعم. أي بني آدم يقدر أنه هو يكمل في برنامج عمل اتحط، اشترك فيه جميع السادة الزملاء المسؤولين عن نعم. العملية الإدارية فيه نعم. بيتم طرحه على كل أعضاء هيئة التدريس، من المعيدين إلى يعني أكبر عضو هيئة التدريس إلى أصغر نعم. عضو هيئة التدريس نعم. مشاركة الجهاز الإداري الموجود، بحيث أنه الجميع يحس أن هذا البرنامج هم اللي ساهموا فيه، وان الفايده بتاعته في الاخر هترجع. اذا القياده من وجهه نظر الدكتوره هاله تعتمد على الهيكليه، اعداد مشروع جيد يمكن ان يعمل عليه الافراد بشكل مؤسساتي، وبالتالي ضمان النجاح ايا كان من هو على راس هذا المشروع. مش بس كده، انا بس عايزه اضيف تفضل عمليه المساءله والمحاسبه. نعم. يعني من اول ما حطينا البرنامج اللي عمل سوا كان هناك وعد من أولا البرنامج ده متاح لا. فالكل بيشوفه لا. بعد كده بيتم بقى عملية مساءلة، فبعد عملنا حاجتين لا. إن بعد سنة ونص عرضنا إيه البرنامج كان شكله إيه وإيه اللي تم لغاية دلوقتي، وإذا كان هناك شيء لم يتم لا. فيبقى في أسباب اللي عاقت عملية عدم لا. استكمال هذا الجزء لا. وفي نهاية كل فترة بيتم مراجعة هذا. فعملية المساءلة والمحاسبة بتدي قدر من الأكاونتبيليتي للمجموعة، لأي مشروع، للمجموعة العامة. بالضبط كده. طيب، بما أننا أتينا على ذكر المحاسبة والمساءلة بس بشكل مختلف قد لا يكون مرغوب فيه، دكتورة هالة شكرا الله معروفة طبعا للمجتمعات المصرية والعربية وحتى في الخارج بأنه هي ناشطة سياسية واستثمارية واستشارية في التنمية وباحثة ومدربة، لكن أيضا دكتورة هالة تم القبض عليها مرتين، مرة في عام 72 ومرة في عام 75 على ما أحسب، وبالتالي النضال السياسي لدى المرأة المصرية الذي هو موجود قبل بداية القرن العشرين حتى قبل أن تتطور المدارس النسوية في أماكن أخرى موجود وناجح وفعال ويؤدي إلى نتائج ملموسة، حزب الدستور مثلا. يعني حضرتك بتسألي على نضال المرأة بشكل عام في من تجربة حضرتك، من خلال تجربة حضرتك كان نتحدث حديثا شاملا كثير. يعني خلينا نقول أن نضال النساء ده حاجة تاريخية قبل ما يبقى في حاجة اسمها النسوية أصلاً في العالم. المرأة جزء من تغيير المجتمعات، المرأة ليها تطلعات مش بس تغيير وضعها ولكن تغيير مجتمعها نعم. إلى الأفضل، وبالتالي هي جزء من القوى البشرية اللي بيغير المجتمع ده. عشان كده الحقيقة مضحك لما نسمع على المبررات اللي بتصاغ على أنه يعني خليكي على جنب ومالكيش أنت دعوة وقعدي في البيت، ده كله كلام غير واقعي لأنه اللي بيحصل في الواقع غير كده. فوجودي في فترة يعني وأنا طالبة ما بعد هزيمة 67 وفي جزء من الحركة الوطنية الطلابية كان وأنا راجعة من برا كان رغبة في الالتحام بمجتمعي وبأن أنا أبقى جزء من التغيير إلى الأفضل، وإدراك أنه بدون حرية وبدون ديمقراطية إحنا مجتمع يعني محكوم عليه بأن إحنا نفضل في حلقة الهزيمة طول الوقت. نعم. ودي كانت الفترة دي، وطبعا نعم. واجهنا من التحديات يعني ما نواجهه دائما. كان هناك زملاء وزميلات أفاضل، هناك من هم يعني معنا وهناك من هم ليسوا معنا، وخصوصا أنه ذكرى دكتورة رضوى عاشور حلت بالأمس علينا طبعا. دكتورة رضوى أستاذتي، وبالتالي الفكرة أنه فكرة النضال لا ينبغي دائما أن تكون أنه عكس التيار، أحيانا هو يعني بيفرض عليها بعد ذلك، لكن النضال السياسي أحيانا يكون واجب من وجهة نظر المرأة. بالظبط بيكون واجب وبيكون زي ما بقوله هو جزء من تاريخ تاريخنا البشري كله، انه المرأة دائما في وسط النضال. واحنا بنتكلم عن النضال الوطني في ثورة 19 بنتكلم، وفي الجزائر تلاقي المرأة كانت بتلعب دور، يعني قصدي في كل الثورات صحيح المرأة كانت في صلب هذا الموضوع، وان كان دائما بعد ما تستقر المجتمعات وتستقر نظم يتم إنكار هذا الدور وتعود المرأة كأنه ما لعبتش دور أساسي.
واخر نموذج بالنسبه لنا هو 2011 ثوره يناير المصريه. في 2011 الصفوف الاماميه كانت بتقف فيها النساء، كانت بتتلقى الضربات، كانت بتهتف، كانت بتطلع وتحملت يعني من القمع والعنف. والعنف ويعني وقع عليها عنف كمان اضافي اللي هو تحرش، يعني استخدام جنسها كنوع من الاداه لكسرها. وبالرغم من ده كنا بنلاقي انها تاني يوم بتخرج باعداد اكبر بكتير. ده المفروض انه يدخل في وعي هذا المجتمع بقى وفي وعي المجتمعات العربيه. علشان يغير من المفاهيم الثقافيه اللي هي موروثات، هي مش ثقافه ثابته، هي موروثات سلبيه، لان احنا نحافظ على الوضع كما هو عليه. وعلى المتضرر في هذه الحاله يا استاذه حنان اللجوء الى المثال، وحضرتك تضربين المثال في مؤسستك سواء في الموقع او في المؤسسه كمؤسسه مشروع، وكذلك انك تعملين على اكثر من مشروع في هذه الاثناء. كيف يمكن لسيده فاضله مثل حضرتك ان ترسم بالنموذج وليس بمحاوله اقحام فكره على عقل المجتمع؟ ضرب المثل، ما الذي حدث؟ طيب حلو السؤال، لانه انا دايما شايفه انه الفكره انه هل هي بنت هي عايزه تثبت تترك اثر ما في المجتمع، عايزه تسيب بصمه يعني بالعامي كده، مش انه انا نموذج او انا سيده فانا بحارب عشان انا سيده، انا بحارب عشان انا عايزه اعمل حاجه مفيده للناس وشايفه ان في حاجه مش موجوده دلوقتي في المجتمع وانا عايزه اعملها. المهم قوي الواحد ازاي بيفكر في نفسه، بيشوف نفسه هو ازاي، سواء بنت او راجل. حضرتك في المقدمه كنت بتقولي بعض الاسئله، فهل هي مثلا المراه لازم تتصرف كرجل عشان توصل لمواقع قياديه؟ هو ما فيش تصرفات بتبقى رجل او مراه، هو يعني كل واحد بيتعامل حسب الموقف اللي بيتحط فيه. فمهم قوي الفكره، يعني انا بفكر ازاي عن نفسي، انا شايفه نفسي ازاي، كمان المحيط بتاعي يعني اسرتي طبعا، لو في اللي حواليا شايفين انه المراه لا دورها في البيت بس، هي دورها مش ان هي تغير في حاجه في المجتمع او ان هي تكون عامل ايجابي او كده، مش هيأثر في حاجه. فانا بتعامل، عمري ما حطيت في بالي انه يعني انا لازم اكون نموذج او انه يعني حاجه، يعني انا بعمل اللي انا شايفاه صح انه يتعمل. كمان عايزه اقول انه الثقافه بتاعت ان المراه دورها محجوم او ان هي يعني في حته معينه، مش مظلومية، دي شعور المظلومية، دي نقطة ناقشناها بالأمس. مش بس الناس اللي هم ممكن يكون تفكيرهم منغلق شوية أو مش عايزة أدخل الدين في الموضوع، لكن تفكيرهم مقصور شوية على دور يعني معين للمرأة، مش بيتصنفوا إن هم من اتجاه واحد بس. أنا كان ليا تجربة غريبة شوية، إن واحد زميل فاضل إحنا عمرنا ما تقابلنا كلمني مرة في التليفون بيعرض عليا مشروع نشتغله سوا، فأنا ولا عارفة شكله ولا هو عارف شكلي، وبيتكلم المشروع بتاعه ثقافي وانا عجبني جدا بصراحه. هو بيتكلم يعني على تغيير والتغييرات اللي حصلت في مصر خلال ال100 سنه اللي فاتت، من لبس، من لهجه، من لغه وهكذا. طيب بنتكلم في تفاصيل المشروع وممكن نعمل ايه، كل واحد بيعمل ايه وكده. لقيته بيقول لي انه هو كان يعني زي عباره عن المشروع الوثائقي ده منطلق من اساس انه بيحارب المد الوهابي في مصر. وبعدين راح قايل انه المشروع كله منطلق من اساس ان هو ضد كل ما هو شكل ديني، وانه الحجاب ثقافه وفد الحجاب مش حاجه ثانيه. فانا اللي هو منطلق من الاساس ده، فانا قلت له طيب هو حضرتك انت عمرك شفتني؟ يعني هو بيكلمني على اساس ان انا مش محجبه. وهو مفترض ده، ويمكن لانه بعض الناس بتفترض انه الناس اللي بتكون بتشتغل في مجال التنميه او بتقوم يعني بدور ايجابي ما او بتحاول، هي متصنفه في كاتيجوري معين، وانه بالتالي كلنا يعني هنكون الى حد ما مقتنعين بنفس الفكره او منطلقين من نفس المبادئ وهكذا. فكان بالنسبه لي شيء انه المساويه ينبغي ان تكون علمانيه ولا دينيه، هناك برضو ده من ضمن افكار التنميط عن المساويه. فانه ده مش من اتجاه اللي هو اللي احنا متوقعينه دايما، لا ده كان حد من تيار تاني وبرضه متوقع انه احنا مش هيلاقي النموذج المختلف شويه عنه في مجال التنميه والتغيير بشكل عام. طيب وبالتالي اعود الى الاستاذ محمود، وجدت النموذج؟
وجدت النموذج وقبليه عندي تعقيب على كلام الاستاذه حنان. هو برضو في فرق في المد الوهابي ما بين فكره الحجاب نفسه كنظرته ان هو صح او غلط وما بين فرضه على المجتمع او اجبار بيه. يعني انا كده كده مثلا في اماكن كتير في مصر سواء في مناطق معينه او في اقاليم او غيره الحجاب بيفرض عليهم. انا مع كامل احترامي للمحجبات كده كده اي واحده عايزه تتحجب كنوع من الالتزام الديني ده حقها، لكن كجبر المرأة أنها تحجب لأن هو ده الاختيار الوحيد المفروض. بالمناسبة هناك اتفاق في وجهة النظر وليس اختلاف. اسمح لي أستاذ محمود أن أنتقل إلى وجهة نظر بس أخرى قبل أن يعني سأعود إلى نموذج حضرتك ربما في نهاية الحلقة لنمنح الفرصة للأستاذة ريهام قبل أن أتحول إلى زميلي حازم الخولي. أستاذة ريهام، حضرتك مرشدة سياحية وواضح أن هناك مبررات ترينها لدى المجتمع أو لدى العقل أو الوعي الجمعي لتنميط المرأة وإبعادها عن القيادة. هو بالنسبة للمجتمع المصري لو أخذنا نموذج كجزء من مجتمع عربي، احنا عندنا مجموعة من العوامل أو المبررات اللي بتقع على المرأة لتنميطها أو تصنيفها كدرجة تانية. عندنا معوقات دينية، عندنا معوقات إعلامية ومجتمعية وسياسية، ومعوقات تعليم، ومعوقات الجنس نفسه أو المرأة نفسها للمرأة. المعوقات الدينية أعتقد أن بعض الأساتذة الأفاضلة أنا أريد أن أتوقف مع حضرتك عند النقطة الجديدة إعلامية. إعاقة المرأة للمرأة عند الوصول للمواقع القيادية حينما يحدث. ما هو للأسف لأنه المرأة نفسها متربية في مجتمع أبوي وفي مجتمع ذكوري، فهي بتتربى أصلا في الأصل على أنه هو الرجل اللي بيخرج للعمل، هو الرجل اللي له الكلمة النهائية، هو الرجل اللي بيقود. فبالتالي لما بتيجي واحدة تانية مثلا تقول لها أنا نازلة انتخابات، أكيد منطقيا جدا أن صوتها مش هيبقى للمرأة حتى لو نزلت برنامج، بل على العكس مش بس هيبقى صوتها للرجل، لا ده هيبقى صوتها للرجل وفي حرب ضد المرأة اللي نازلة. للأسف احنا شفنا ده كتير قوي في المناطق الصعيد وفي المناطق اللي هي تصنف مناطق اللي فيها مناطق زراعية أو الفلاحين، خاصة في رئاسة الجمهورية ضد الأساتذة الفاضلين اللي كانوا موجودين جميلة اسماعيل وبسينة كامل. كنت بسمع تعليقات كتير جدا، يعني هم ما يعرفوش على فكرة هم مين دول، هم بس حضرتك كنت عضوة في إحدى الحملتين أو في الحملتين أنا ضد فكرة الأحزاب، ضد الفكرة الأحزابية قضية تانية خالص لكن كنت بنزل فكنت بشوف فكرة أصلا طب أنت عارفة مين دي؟ لا. طب أنت عارفة نشاطها؟ لا. طب أنت بتضطهديها ليه؟ من حيث المبدأ هو إحنا هتحكمنا واحدة ست؟ فدي في حد احنا تربينا لها يا بنتي ما ينفعش. طب انت عارفه الراجل اللي هتنتخبيه؟ طب لا. طب بتنتخبيه ليه؟ عشان هو راجل. دي اجابه كافيه ان واحد ياخد صوت، فكره مباشره بس ومبسطة. ان هو راجل ده منطقيا بلس انه مجتمعيا برضو هربطها شويه سياسيا، انه في ناس بتقول انه الدوله بتدي بعض الحقوق او بتحاول ترفع من قدر المراه او تساعدها. انا للاسف انا مش شايفه ده خالص. المراه الدوله او الحكومه غير جديه على الاطلاق في ان هي تساعد في ده، لانه اذا كنا بنتكلم عن فكره كوتا فهي فكره اولا فيها تمييز، مش معنى ان انا نسويه وان انا يعني بشجع ان المراه تنزل او تكون قياديه فاعمل تمييز مع المراه ضد الرجل او ضد المجتمع. اولا فيها تمييز وانا ما اعرفش على اي اساس بيتم اختيار ده. اذا افترضنا ان المدارس النسويه تميز المراه عن الرجل، ما ده برضه من ضمن الافكار التنميطيه. بالظبط. فاذا الحقوقيه حقوق الانسان التي تندرج تحتها المدارس النسويه الحقوقيه النسائيه لا يعني تدافع عن جنس دون اخر. بالظبط. المفروض فاحنا مثلا عندنا في القانون في الزام للرئيس انه يكون في 14 امراه من ضمن ال 27 المختارين. انا ما اعرفش ال 14 على كان في كوتا في السبعينات وفي كوتا حاليا. انا لو اريد ان اتخطى قضيه الكوتا لانه هي دي نقاشي الذي ساذهب اليه معكم الساده الافاضل ومع ضيوفي السيدات والساده الافاضل ومع ضيفاتي الكريمات بعد ان يحدثنا او يجمل لنا زميل حازم الخولي كان تخطى هذه النقطه ونبدا نناقش الأدوار الموجودة بالفعل. حازم، هل أجملت لنا لو سمحت الأسباب التي عددها من شاركوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة ألا تصل المرأة إلى المواقع القيادية؟ صحيح رشا، هناك أسباب عدة عددها بعض المشاركين في الحوار، قالوا إنها قد تمنع المرأة من الوصول إلى مناصب قيادية. من بين هذه الأسباب والتي لا تختلف كثيرا عما ذكره الضيوف هنا، المجتمع بعاداته وتقاليده، البعض الآخر حمل المرأة المسؤولية عن هذا لأنها لا يعني ليس لديها الثقة الكافية في النفس، آخرون قالوا إن المكان الأساسي للمرأة هو البيت لأن رعاية الأسرة من وجهة نظره هو أهم منصب يمكن أن تصل إليه المرأة. إليك بعض الأمثلة مما ورد على صفحتنا مثلا على فيسبوك. يقول صالح البدري: أقصى ما تطمح إليه المرأة العربية هو الزواج وتكوين أسرة، المرأة العربية لا تساعد نفسها كي تكسر القيود وتصل إلى مناصب عليا. مشاركة من زياد على نفس الصفحة تقول: السبب الرئيسي هو العادات والتقاليد الموروثة، إضافة إلى أن المناصب القيادية توزع حسب الولاءات وليس الكفاءات. علي ولد محمد الشيخ يقول: أبرز الأسباب العادات وعدم الثقة، ثقة المرأة في نفسها وثقة المجتمع فيها،
رغم مساوتها مع الرجل في أمام القانون في الكثير من القضايا كالتعليم والوظائف. إلياس يقول: المرأة خلقت لبيتها وأطفالها، هذه هي الطبيعة والفطرة، لكن المفاهيم لدى المرأة تغيرت بسبب الأفكار الدخيلة على المجتمع العربي من المنظمات الغربية. طيب، إلى أي مدى إذن حازم حظيت فكرة تخصيص كوتا، لأنه هذا هو الجزء الثاني من نقاشي اليوم، أو حصة المرأة في الوظائف العامة أو في البرلمانات لضمان تمثيلها بتأييد المشاركين أو برفضهم؟ رشا، البعض أيد الفكرة والبعض الآخر رفضها، لكل طرف طبعا المبررات التي ساقها لكي يدلل على صحة رأيه. مثلا من المؤيدين إبراهيم محرم الذي يقول في مشاركته: المرأة تفتقد القدرة على المنافسة لعوامل اجتماعية وثقافية، وترويض المجتمع من خلال إقرار حصة محددة يخدم غرض إقحامها في الحياة العامة. مصطفى عويس يؤيد لكن بشروط، تقول: طالما أن العمل لن يؤثر على بيتها وواجباتها الزوجية وتربية الأولاد فلا مانع من عملها. محمد عبد الغني من المؤيدين أيضا يقول: أؤيد نظام الكوتا للمرأة لتحقيق نوع من التوازن بينها وبين الرجل لتعويض المرأة عن الظلم التاريخي الذي يفرضه المجتمع الذكوري. نعم. الرافضين الفكرة رشا منهم أحمد الذي يقول: تخصيص كوتا للمرأة ضد الديمقراطية، فتمثيلها يجب أن ينبع من كفاءتها وليس بفرضه. نفس الفكرة عبر عنها رائد الحسن على صفحتنا على تويتر وقال: لا نحتاج كوتا بقدر ما نحتاج أن يكون معيار الاختيار أساسه الكفاءة. محمود الرئيس يقول في مشاركة أخرى: تضمن هي حصة أولا في واجبات المنزل بنجاح، نضمن لها ما تريد من وظائف في مجالات نسائية، لأن أغلب المشكلات الحالية سببها نقص التربية. طيب، يعني هناك من يرى أن هناك صفات ينبغي للمرأة أن تتحلى بها لكي تنجح في مواقع قيادية، هل أجملت لنا حازم هذه الصفات؟ بالفعل رشا، هناك من حدد صفات بعينها يمكن أن يجعل المرأة تنجح عندما في حال تصل إلى المناصب القيادية. من هذه المشاركات عبير الكيلاني مثلا تقول: الجدية قوة الشخصية، الحنكة الفصل بين العاطفة والعلاقات الشخصية ومصلحة العمل. ميرال تقول: قوة الشخصية، الثقة بالنفس، القدرة على التحكم بالعواطف والتفكير بعقلانية. زياد يقول: التحدي، قوة الإرادة، العلم، القدرة على الحوار والنقاش والصبر. على تويتر تقول سوسن: الجدية، الوضوح، التنظيم، الدقة، البعد عن مهاترات المجالس والثرثرة من أسباب نجاح المرأة في أي منصب قيادي. محمد المنصور يقول: على المرأة أن تتخلى عن أنوثتها وواجباتها المنزلية كي تنجح. أخيرا عمرو عز لديه رأي ساخر بشأن عمل المرأة بشكل عام، يقول: أسوأ منظمات النظم والإدارة هي اللي فيها نساء كتير، فعلا الواحد بيعاني معهم، والمصريين عارفين مدام سناء اللي معها الختم بس هي بتفطر. بتفطر. طيب، شكرا جزيلا للزميل حازم الخولي، يعني أشكرك شكرا جزيلا على اختيار هذه النماذج، شكر يعني من الأعماق. دكتورة هلا شكرا لها. فكرة الكوتا التي وصفها أحد المشاركين كما رصد لنا حازم بإقحام المرأة على الحياة العامة، فرض المرأة، هل هذا مهم حتى مرحلة التمكين؟ لأنه بقالنا كتير نتحدث عن التمكين. يعني أنا بيتهيألي أنه يعني في نظرة معمقة لمجتمع المرأة بيتم تهميشها تاريخيا نتيجة لكل العوامل اللي اتقالت، الفكر والخطاب السائد والموروثات إلى آخره، الدولة هنا والتشريعات بالتحديد يجب أن تتدخل علشان تشرك فئة هي لن يتم إشراكها بالشكل الطبيعي. فالكلام على أن ده معادي للديمقراطية الحقيقة كلام غير صحيح. حضرتك مقتنعة بفكرة الكوتا طالما أن هناك حاجة لها مرحلية؟ بالضبط، هي لحظة معينة في تاريخ مجتمع بيحاول أنه يعمل توازن ما بين الفئات اللي موجودة فيه، لأنه المفروض المجتمع يبقى مشاركة كل الفئات المختلفة في هذا المجتمع، مش فئة واحدة يتم إشراكها، لأنه المجتمع اللي ما بيجمعش في رؤيته للمستقبل ما بين نظرة الفئات المتنوعة اللي فيه هو مجتمع الحقيقة أحادي، يعني ما بيشوفش غير جانب واحد، ما بيخدمش غير مصلحة جانب واحد، وبالتالي مجتمع مريض.
فالدولة هنا عليها دور وواجب ان هي تحاول انها تعمل هذا التوازن، وبالتالي بتيجي موضوع الكود. نعم. الفكرة كانت طبعا انه ان انت وانت بتتكلمي على الانتخابات البرلمانية، وكانت ده اللي مطروح انه الكوتا ده تبقى موجودة في الاحزاب السياسية، والاحزاب كمان السياسية نفسها تعمل كوتا للفئات المختلفة سواء كان الشابة المرأة الى اخره، ويبقى في القوائم. طبعا المعركة بتاعت القوائم الاحزاب خسرتها، وبالتالي الفردي، فكرة الفردي هو اللي كسب، وشفنا المال السياسي لعب انهي دور. وهنا بتدخل بقى موضوع انه ما حدش مستعد يحط فلوس جامده لنساء ممكن يخسروا. فيعني طيب ده في الحياه السياسيه من حضرتك لك تجربه فيها بشكل مباشر. ساعود الى ضيفتي بس بعد ان استمع الى الاستاذه آية. استاذه آية، هل الفكره هي في عدم المحاوله ولا انه عدم التمكين كما ذكرنا، ولا اصلا لا ينبغي ان نيأس لانه من يحاول يعني من جد وجد كما يقولوا ببساطه؟ هو امتدادا لحوار دكتوره هذا، شكرا لله، كاننا خلقنا لكي نناضل ونحن لا نريد مبدا المساواه، الراجل راجل والست ست في النهايه، ولكننا نريد المشاركه، دعونا نشارك، يعني سيبونا نشارك في الحياه السياسيه والحياه القياديه، وشوفونا احنا مش ناقصين عقل ولا دين ولا الكلام اللي بيتقال، ولا احنا مش مثقفين، لا احنا مثقفين متعلمين، كل النماذج اللي موجوده هنا سواء الاساتذه الافاضل او زمايلي لينا تجارب في الحياه العاديه والحياه الخاصه بالمراه، وفي منا مشارك في نماذج فيها قياده، وكلنا ناجحين. اذا في نماذج ناجحه، اذا في تجارب واضحه وصريحه، مش محتاجين نقعد نتكلم كتير ولا نقعد نتكلم من النواحي السياسيه او الكلام. كمان الاحزاب والمنظمات الخاصة بالمرأة بتتكلم كتير، لكن لازم ننزل الشارع هنتفرج نلاقي في نماذج كتير مش معروفة، يمكن احنا اللي قدرنا ان احنا نكون معاكي، في ناس تانيين مش ممكن يكونوا معاكي بس هم ناجحين جدا، وانا اعرف نماذج كتير انجح مني الف مرة وهم صغيرين، وفي منهم متجوز وعنده اولاد وناجحين ولكن بمساعدة الراجل. فلو الراجل ادى نفسه فرصة يسمع شوية ويخلي بالهم على ان الست هي نموذج مشرف وهي ممكن تبقى ام وناجحة، هنلاقي فرصة كويسة. حنصر. طيب، وهذا يقودني مرة أخرى إلى الدكتورة هالة والأستاذة حنان، بس أبدأ من الدكتورة هالة. دكتورة هالة، هل القضية بعد التمكن من الوصول للموقع القيادي تكمن أيضا في أنه هناك انتظار من المرأة أن تبذل 4 أضعاف ما يبذله أي رجل لكي تثبت الكفاءة؟ هل هذا حدث مع حضرتك؟ بصي انا بس عايزه اعلق على نقطه صغيره تفضل بيها الاستاذ، وهو بيتكلم على صفات المراه او صفات مش هو بينقل بس بينقل طبعا يعني هو الصفات يعني هو الحقيقه بس عايزه اقول كلام يعني علمي برضه، هو الدراسات الدراسات بتقول انه المراه لما بتبقى في مواقع قياديه هي بتبقى طبعا ما فيش تعميم، ولكن اغلب الدراسات اللي اتعملت على المراه في مواقع قياديه قالت انها اكفأ من الرجل في نفس المواقع، لان هي عندها مجموعه من الصفات، هي مالتي تاسك، هي بتقدر تعمل اكتر من عمل في نفس الوقت، وهي بتتمتع بالجانب الانساني في التعامل مع المرؤوسين بتوعها، يمكن هذه الصفه بتبقى اكتر من الرجل في بعض الحالات. فلما يعني بناء على الدراسات اللي تمت العالميه هي بتبقى في اغلب الاحيان اكثر كفاءه اذا كانت في نفس فبس حبيت ان انا انوه النقطه دي لو هو بيتكلم على الصفات يعني. هي الحقيقه مش عايزه اقول انها بتبذل مجهود مضاعف، ولكن عشان توصل لمراكز القياده المراه بتمر، المراه هي ام، وزي ما بيقع على الاب تربيه ابنائه ايضا المراه طبعا هي لها الدور الاكبر، ولكن الاب ايضا قدوه، فان هو يتقال ان هي المسؤوله فقط عن تربيه الابناء انا بعتقد ان ده كلام مش مظبوط، لانه حتى لو هو ما قامش بالاجزاء الجسمانيه الخاصه بتربيه الاولاد هو دوره في الحديث مع اولاده وتربيتهم دور هام جدا. فالدور هو هنا دور مشترك. الجزء الثاني بعد الوصول، بعد الوصول للموقع القيادي، بعد الوصول لمرقى القياده هي محتاجه كفاءه، هي قد يكون عليها عبء المتابعة الجانب بقى الإنساني، إن هي مثلا قد تكون مسؤولة عن رعاية أبائها وأمهاتها في سن كبيرة، فهنا بعض الأمور المطلوبة على الإطار المؤسسي للدولة بيكون هام. يعني النهاردة أنا لما أوصل موقع القيادة وأنا لدي أطفال صغار، توفير حضانات مناسبة في مؤسسات الدولة غير موجود وغير متاح،
عشان اوصل لموقع القياده ايضا محتاجه فلكسبل وركينج اورز في بعض الاحيان ده غير متاح ولا يعد ذلك قصور انه لا ينظر لذلك على انه قصور انه المراه تطالب ان يكون لها ساعات عمل او ظروف عمل في بعض الظروف خاصه بالظبط ولكن انها تقوم بدور مضاعف انا بعتقد ان هو انه معيار الكفاءه مش محتاج مجهود محتاج جديه ومحتاج كفاءه ومحتاج زي ما قلت مشاركه من الجميع ولكن مش محتاج ان هي تبذل هي المراه طيب. بطبعها نعم. جاده نعم. ويعني قد يكون كمان ساعات بيتقال يعني وده ايضا شيء علمي انه في الامور اللي بتتم بالفساد النسب المرأة بتبقى ضعيفة جدا عن نسب الرجل في نعم. أي أمور خاصة بانحرافات نعم. أو فساد كده تلاقي النسب علميا بتبقى ضعيفة جدا هناك معامل تتحدث عنه الأستاذة أمنية المالكي صحفية تتحدث فيه عن الخوف أنه المرأة تخشى من المواقع القيادية حتى حينما تصل إليها أحيانا لا تقدر على لا ترغب في التنافس لأنها تخشى من هذا الموقع الأول خلينا بس نتفق إن المرأة على مر العصور هي كانت جديرة بأي موقع اتحطت فيه ده أول حاجة لازم نتفق عليها تاني حاجة إن سبب من أسباب الخوف المرأة من أي منصب قيادي هي فيه أو هتوصل له هو الإعلام إلى جانب المجتمع نعم. أنا هتكلم في المجال اللي أنا شغالة فيه الإعلام صحف. الإعلام نعم. بشكل كبير جدا أثر على خوف المرأة من أي منصب قيادي سواء كان بشكل مباشر بإشعارها إن هي ضعيفة ما تقدرش إن هي تتحدى راجل أو بشكل غير مباشر بالإعلانات اللي دايما بتصور المرأة أن هي نموذج جميل لا يصلح لأي شيء غير كده وعليه ان لازم الاعلام يبقى ليه دور ايجابي شويه نحو المراه ان هو يحسسها ان هي لا تقدر تتحدى الراجل وتقدر تبقى جديره بالمكان اللي هي محطوطه فيه نعم فاهم حاجه هو الاعلام يقدر يغير وجهه نظر المراه في نفسها ووجهه نظر الناس في المراه ومرة أخرى كسر التنميط أستاذة داليا حضرتك ترين أستاذة داليا الأسود ترى وهي استشاري تسويق وتؤسس للمؤسسة للتنوير والتنمية حضرتك ترين أيضا تتفقين مع دكتورة هالة أن النساء أقل فسادا مع عدم التعميم أنا طبعا أيد الفكرة دي جدا وشايفة أنه لو إحنا خرجنا من الكلام على المرأة وحقها بس وأنه مفروض نطبق مبدأ تكافؤ الفرص ده البرد وبيخليني مأيدة لفكرة الكوتا لأنه في أصلا تمييز ضد المرأة فلازم عشان نحقق نوع من تكافؤ الفرص أن إحنا نستخدم أدوات مثل الكوتا بشكل مؤقت بشكل كيفما اتفق لحين اشراك هذا النصف من المجتمع كمان لو احنا بنتكلم على مصلحة العامة اللي هي مصلحة المجتمع عشان نخرج من الدائرة الضيقة اللي هي برضو بتشوف او ما بتشوفش المرأة اصلا مش عايزين يزعجوا نفسهم انه هذا الـ50% من المجتمع موجود هي بس خليها في الدور المحدود النمطي المردود عليه طبعا جدا زي ما قالت الأستاذة دكتورة هالة سعيد أنا اقتنع تماما وده عن نتائج دراسات في المراكز البحوث إنه المرأة أقل استعدادا فطريا للفساد والإفساد فإذا احنا بنبص على مصلحة المجتمع وده اللي المفروض نعمله إنه نسعى أكتر إن يكون في عدد من العناصر النسائية في كل المراكز أو المواقع المنتخبة والتعيين والمحليات على وجه الخصوص يعني 25% من قوام المحليات اللي احنا المفروض داخلين عليه بعد الاستحقاق البرلمان أيا كان لازم يكون واقفين في ظهر فعلا السيدات والشابات والشباب اللي بيمثلوا برضو 25% ان هم يكونوا يوصلوا ويكونوا فاعلين لان هم عناصر حقيقة دوافعها للعمل العام مختلفة خالص عن دوافع اللي بتدفع الرجل او للوصول للبرلمان مثلا الوجاهة ما جايز الاجتماعية يكمل منظومة النجاح المادي وغلافه انما اللي بيوجه دايما المرأة هو احساسها العالي بالمسؤولية ناحية اسرتها ناحية مجتمعها احساس يمكن بالخطر انه لو انا ما تدخلتش الدنيا وبالتالي هذا يقودني الى قضية المحاسبة استاذة حنان حضرتك تديري مؤسسة
أساسها مفترض أنها تكبر يوما بعد يوم، وبالتالي كما هناك أساليب لإيقاف هذا المشروع على قدميه كما يقال، هناك أساليب للمحاسبة للمخطئ والمقصر وإلى آخره. وحضرتك قائمة على هذه المؤسسة باعتبارك رئيساتها، ماذا يحدث في حال التقصير؟ طيب احنا حاليا الموضوع بيدار بشكل فريق، لكن احنا برضو احنا ابتدينا في 2012 ومنشغلين اكتر يعني صراحة بالجانب العملي في الموضوع، في الاستمرارية في خطة العمل وهكذا. ما اقدرش اقول ان احنا عندنا يعني حاجة سيستم واضح للموضوع المحاسبة وكده، لكن احنا كلنا بنتعامل كأننا فريق واحد. نعم. مفيش حد مدير على التاني، يعني موضوع كله يعني بيقوم على انه احنا كلنا بنشتغل على هدف واحد. وبالتالي تحاولي ان تصلي بالشكل المؤسسات الذي وصلت اليه الدكتورة في قسمها في مجالها في كلياتها. لسه الموضوع بيكبر يعني مش بالشكل ده. نعم. بس حابه اعلق على نقطة قبل كده اتقالت انه موضوع الكوتا. طيب بقيت لدي 30 ثانيه، اتفضلي يا فندم. 30 ثانيه اتفضلي. طيب. حضرتك بالنسبه للكوتا انا شايفه انه يعني في نماذج كتير قوي نجحت بره الكوتا، واحنا يعني سواء في نقابه الصحفيين مثلا عندنا عبير سعد. نعم نعم صحيح. دكتوره منى مينا، دكتوره طبعا هاله، ودكتوره هاله يعني صحيح. والنقابات بتمثل يعني كانها جزء برضو من المجتمع. نعم. طبعا لما نخرج بره المجتمع في العادي يعني في الانتخابات وهكذا، هي المشكلة زي ما بتقابل أي حد، أي مرشح. نعم. يعني عنده برنامج وعنده خطة، نفس الصعوبة أعتقد من وجهة نظري إن هي لو هي بتزبط تواجه أي أحد. أستاذة حنان ودكتورة هالة، ودكتورة هالة شكرا جزيلا لكم جميعا، انتظرونا بعد قليل.